مع أن يحل موعد موسم حصاد الحنطة حتى تحل كارثة عودة مسلسل الحرائق، الخاسر الأول هو الفلاح والخاسر الثاني هو اقتصاد المحافظة، والتي يعتمد أكثر من 70% من فلاحيها على زراعة محصول الحنطة والشعير. هذا المسلسل مع الحرائق اللي كل سنة يعني يصير حنطة تحترق وفلح وحايرين بيها، إلى متى يعني؟ شو وقت نخلص من عنده هذا المسلسل؟ يوم يومين أو ما أعرف، سنة سنتين أكثر أقل ما ندري يعني. نطالب الدولة بحماية المزارع اللي ذا تحترق الحنطة وغيرها يعني. واثنين، كمفروض توفر طيران شيء للحرائق يعني، تعلمود في سبيل واحد تلاحق الحنطة غير اللي تحترق. الفلاح هو الخسران أول وتالي، ونطالب الدولة بأن تحامي زرعنا المنتوج الحنطة والشعير. فلاح خسران وتعبان سنة كاملة خسارة، حر وبرد كلهم خسران به وتعبان به. الله وكيلك، هسه حاطين كاميرات احنا واحنا موجودين 24 ساعه، يعني ما تقدر تعوفه خلاص. احنا نريد من الحكومه العراقيه توفر لنا الامن، يعني خلينا نضل هيك سنه بعد سنه حرائق حرائق حرائق. احنا مو بس هاي المناطق نريد، بكل صلاح الدين يعني، مو بالاسحاقي، بالجزيره، بكل مكان. مناشدة الجهات الحكومية توفير الحماية التي تحول دون تكرار هذا المسلسل، وكذلك تهيئة الطائرات لإخماد هذه الحرائق حال نشوبها، مطلب دعا إليه اتحاد الفلاحين في صلاح الدين، مؤكدين على توفير مستلزمات الحصاد وسرعة التسويق. 70% من فلاحين صلاح الدين يعتمدون على زراعة محصول الحنطة، باعتبار مناطقنا واسعة وشاسعة وهناك مرشات محورية ومرشات ثابتة. نطالب بحماية هذا المحصول من توفير قوات أمنية في المناطق التي يتم فيها الحصاد، وتوفير فرق دفاع مدني من أجل إطفاء الحرائق في حالة نصوب حرائق، والإسراع في عملية حصد المحصول من توفير المعدات الحصاد وتوفير معدات وآلية التسويق إلى الصوامع وإلى السايلوات في المحافظة. عودة مسلسل إحراق محاصيل الحنطة والشعير وغيرها من المزارع في موسم الحصاد مؤشر خطير وتآمر مدبر ومخطط له حسب ما رأه الفلاحون والمراقبون هنا في محافظة صلاح الدين. منها لقناة التغيير الفضائية، فراس الحسني.